هاي 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 داك بنادم اللي مولفش بالكاميرا. المهم هذا النهار ان شاء الله قولي لي بعدا فين غبرتي وكي صرا لك هاد الغبره وفين راكي حقاش الله يخبرون شي هو اللي مولفين تشوفوه. هذا النهار راني فواحد لا فيلا غادي نخليها لكم سيربريز. الناس اللي متابعيني في انستغرام راهم عارفين فين راني والناس اللي في يوتيوب تتشوفوها في الفيديو الجايين سينو انستغرام. مهم هذا النهار ان شاء الله غادي ندير فيديو ديال مرزوقه اللي هي واحد لافي في المغرب اللي زوينه بزاف و جوبونس كاع الناس اللي مشاو لها عجباتهم ماشي غير لان فيها ما يدار ولكن الناس ديالها طب الناس ديالها فريمون واعرين. انا الناس ديال مرزوقه اي واحد يشوف لافيديو ديالي من مرزوقه شابو ليكم. ناس كرماء وناس زوينين ومتواضعين وكي نقولوا كيستقبلوا الناس بواحد الفرحه كبيره. المهم واحد الناس واعرين بزاف. سافرت بزاف البلايص ومشيت بزاف ديال البلايص وما لقيتش بحال هذوك الناس. هذوك الناس الله يعمرها سلعه كما كنقولوا حنايا بالجديه. هاد لا فيديو الاولى اللي غادي تشوفوها دابا سي سورتو بوغ الناس اللي باغيين يعرفوا الطريق من وجده للمرزوقه وسورتو سورتو كاين واحد البلاصه اللي حنا كنسحابنا ما نقدوش ندوزو منها واللي يشوف الخريطه كيسحابو ما يقدرش يدوز من ديك البلاصه ما نقدروا ندوزو من ديك البلاصه لان دايرين فيها لالجيري مي اون فان دو كونت سي با لالجيري سي الماروك. دونك خليكم معايا غادي نمشيو شويه بشويه في هاد لا فيديو باش تشوفوا كاع لي فيل اللي مشيناها. انا جلست باش نهضر على خاطري حيت انا انسان شويه مقلق كنبغي نجلس. المهم الرحله ديالنا فاش بغينا نمشيو للمرزوقه بدات من وجده. وحنا ما عارفين والو كيفاش غادي نمشي ومين غادي نمشي وما سولنا ما حتى حاجه. شنو مشينا درنا مشينا شدينا لوطوغوت الوغ كو حنا ما عارفينش واش غتخرجنا ديك لوطوغوت ولا لا. فما جاب الله خرجنا بغينا نشريو شي حاجه في لوطوغوت ويقولنا داك السيده ودي راه من هنا ما غاديش توصلوا غتخرجوا على العيون ومن العيون عاد تزيدوا. ما نتاهت خطا وين جايين دابا غادي ندوزو على جرادة وابخي ندوزو على بحر. مي كيفاش ندوزو من جرادة لبعرفة حتى الرشيدية و مرزوقة معرفتش من مشي. كيلو
وصلنا لبعرفة. صراحة ما عرفتش واش غادي نوصلوا في الوقت ولا لا، يعني قبل الحظر، لان كاين الحظر الشيء اللي كاين درك. نتمشاو حتى نشوفوا هذيك 8 ونوقفوا في موقفنا وصافي. هادشي اللي كاين هنا بعرفة، اول مرة نجي بعرفة. المهم دابا فرحنا غاديين وعيلان. غادي نقول لكم هذيك المنطقه اللي حنا صحابنا قدروش ندوزو منها، اللي هي كاينه ما بين عين الشعير وما بين منطقه سميتها بوعينان ولا بوعنان. هذه المنطقه في جوجل مابس مرسومه بان ديك الطريق جايه تابعه للجزائر، الوغ كو حنايا فاش جينا دايزين الحدود الجزائريه ما كايناش تما، يعني الحدود المغربيه الجزائريه ما كايناش في هذيك البلاصه، كاينه من بعد هذه. يعني فاش كدوزو كتبان لكم من هنا الحدود كدوزو عليها.